ويوم ما قلنا ما كانش فيه بينا ارتباط ده كان حقيقي، لأنه حصل في أيام. يعني هي أيام هي كانت بتمر بمشاكل فظيعة وأنا بمر تقريبا بنفس المشاكل، وكنا ابتدينا نقرب قوي من بعض، وابتدينا أحس إن هي نظرتها ليا في حاجة، في حاجة اتغيرت، في حاجة ابتدت تتغير. لحد ما حصل موقف كده ما كانش لسه في أي حاجة اتفتحت بينا ولا أي حاجة اتكلمنا فيها بره نطاق الصداقة. مش عارف ليه في الموقف ده وهي قاعدة كده أنا بصيت حسيت إنه لا، البنت دي اللي تخصني، الست دي هي اللي تخصني، بتاعت الست دي. طبعا من هنا شعوري بيها اختلف، فبالتالي مشيت العلاقة بسرعة كبيرة جدا في الدايركشن دي. فالناس افتكرت إن احنا كنا محوطين عليها، أصل أنت هتحوطي عليها لحد إمتى؟